الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكو في برنامج كلام في الميديا. طبعا عندنا حلقة جديدة النهاردة هنتكلم فيها عن أخبار كتير جدا، أخبار محلية وعالمية من مختلف الدوريات، وكمان أكيد هنتكلم برضو عن النادي الأهلي برغم حالة الحزن طبعا اللي عندنا كلنا من أول امبارح، لكن دايما ده قدر البطل، بيتعرض أحيانا لسوء توفيق وبتكون النتيجة خسارة لبطولة مهمة. لسه طبعا برضو برغم كل ده ان النادي الاهلي هو كبير افريقيا بثمان القاب لدوري ابطال افريقيا، وان شاء الله باذن الله هنبتدي كمان البطوله دي او نسخه جديده من البطوله دي مع نهايه شهر نوفمبر الجاري عشان ندور مره ثانيه ونسعى مره ثانيه لهدفنا وهو التتويج باللقب الافريقي. النادي الاهلي قادر ان هو يصحح كل اخطائه سريعا ويفوز طبعا باللقب في النسخه اللي جايه، والاكيد هتكون استثنائيه، يعني هتبتدي في نوفمبر وهتنتهي في مايو اللي جاي، فلازم اكيد كلنا نكون ورا فريقنا كالعادة وندعمه وهو قادر بإذن الله إن هو يساعدنا مرة تانية زي ما فرحنا قبل كده كتير جدا. أكيد طبعا هيكون في قرارات قوية جدا للإدارة عشان لو في أي غلط لازم يتصلح سريعا، وكمان عندنا بطولات كبيرة جدا وبطولات كتيرة جاية زي البطولة الدوري العام، كاس والسوبر المصري، كمان بطولة السوبر المصري السعودي، يكون كمان في عندنا بطولة كاس زايد للأندية الأبطال. هنتكلم بقى في الكلام ده كله وأكتر، وهنقول لكم طبعا أخبار ونتائج الدوريات العالمية خلال حلقتنا النهاردة بإذن الله. وهيكون كمان ضيفنا النهاردة الأستاذ عصام شلطوت الناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لموقع اليوم السابع، وهنتكلم معاه برضو في كل الأمور المتعلقة نادي الأهلي وكواليس المباراة الأخيرة للفريق، خصوصا طبعا أنه هو كان شاهد عيان على الأحداث من تونس. هنبتدي حلقتنا لكن بعد الفاصل ده. رجعنا سريعا ونبتدي دلوقتي معاكم أولى فقراتنا، لكن قبل ما نروح لأولى فقراتنا تعالوا نشوف مع بعض أبرز عناوين حلقتنا النهاردة. الخطيب يطلب تقرير شامل من الجهاز الفني عن كل لاعب. اجتماع مهم في الأهلي يوم الخميس لبحث شؤون كرة القدم. فحص طبي للسولية ومحمد هاني لتحديد إمكانية انضمامهم للمنتخب. 22 مليون جنيه مكاسب الأهلي من دوري أبطال أفريقيا. الأمن يوافق على زيادة عدد الجماهير في مباراة المنتخب أمام تونس. تريزيجيه يواصل تألقه في الدوري التركي ويقود قاسم باشا للمربع الذهبي. محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي. بداية حلقتنا دايما بتكون بأهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي في الجرايد. الأهرام، ليلة حزينة للأهلي في تونس، الخطيب طالب الفريق بالصمت بعد خسارة لقب دوري الأبطال الأفريقي، رئيس النادي يرفض القرارات الانفعالية ولجنة الكرة تحسن خطة المرحلة المقبلة. الأهرام، واقعة هشام محمد موثقة بالصوت والصورة اتجاه للاحتجاج رسميا بسبب الاعتداء على حافلة الفريق. الأخبار، الأهلي والنهاية الحزينة، لعب بالتاريخ في رادس سقط في جغرافية الترجي. روز اليوسف، الكاف يهزم الأهلي في رادس. روز اليوسف، الكاف اغتال الأهلي معنويا قبل رادس. الأخبار المسائي، أحزان الأهلي مستمرة، الخطيب يستعد لفتح الملفات الشائكة وكارتيرون يعيد ترتيب أوراقه. المساء، الخطيب يكشر عن أنيابه لتصحيح المسار، عقوبات بالجملة للاعبين المقصرين. الشروق، عقوبات قاسية على لاعب الأهلي بعد خسارة اللقب الإفريقي، تغييرات في الجهاز الفني والطبي ومنح الفرصة لحمدي وأكرم والشريف وصلاح وعودة إكرامي لحراسة المرمى. الأخبار المساء، القيع، الكاف أباح دم كارتيرون. نروح مع
حضراتكم دلوقتي لأهم تفاصيل المنشطات اللي استعرضناها مع حضراتكم دلوقتي، وهنبتدي مع الأهرام. الأهرام قالت طالب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي فريق الكورة بإغلاق صفحة دوري أبطال أفريقيا اللي خسرها المارد الأحمر بعد الهزيمة من الترجي التونسي. وقال الخطيب خلال جلسة سريعة جمعته مع محمد يوسف والمدرب المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكورة بعد الوصول لفندق الإقامة في منطقة رادس في تونس إن الفريق لم يكن موجود في الملعب نهائيا، وبرغم ذلك فإن الوقت غير مناسب للحديث عن مبررات الهزيمة. وشدد الخطيب على يوسف بأنه لازم يعيد قرار فرض الحظر الإعلامي على لعيبة النادي الأهلي تجنبا لأي أزمات خلال الفترة اللي جاية، على أن يكون في اجتماع للجنة الكورة خلال الساعات اللي جاية لمناقشة تقرير المرحلة الماضية ودراسة الوضع بشكل عام. كمان روزل يوسف قالت أن لعب الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف برئاسه احمد دور كبير جدا في هزيمه النادي الاهلي نفسيا قبل مواجهه اياب نهائي دوري الابطال قصاد الترجي التونسي باصداره عدد من القرارات العكسيه ضد النادي الاهلي ولاعبته وجماهيره، وكانت كلها لصالح المنافس التونسي. وكانت طبعا ان الاتحاد وافق مساء يوم الاربعاء اللي فات على طلب الاتحاد التونسي واداره الترجي برفع العقوبه عن احد مدرجات ملعب رادس الفيراج، وتم منح جماهير الترجي التونسي طاقة الاستيعاب القصوى لملعب رادس. كان طبعا الكاف فرض عقوبة على الترجي بإغلاق المدرج ده على خلفية أعمال الشغب واللي شهدتها مواجهة الترجي مع بريميرو أوجاستو الأنجولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرار بتقليص عدد الجماهير جماهير النادي الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ل 500 مشجع بعد ما كان حدد قبل كده عدد بيقدر ب 3000 مشجع لجماهير الفريق الأحمر. وكمان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي تعرض لضربة قاضية قبل بداية المباراة بعد صدور بيان من الاتحاد الأفريقي، واللي كان طبعا غريب جدا. أصدر الاتحاد الأفريقي بيان رسمي أثار استياء محبي النادي الأهلي قبل ساعات من لقاء الترجي التونسي، بيتهم فيه النادي الأهلي وجماهيره ومدربه بالتواطؤ والتحايل والعنف خلال لقاء برج العرب، وانتهى بثلاث أهداف مقابل هدف للنادي الأهلي. ده كان كلام الجرايد. لسه مكملين برضو مع كلام الجرايد والأخبار المسائي. كمان قال إن أبدى عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في النادي الأهلي اندهاشه من بيان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف واللي أدان باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، وعلى وقال إن الكاف لم يوقف كارتيرون ومع ذلك أصدر بيان بيبيح دمه وتم اغتيال الفريق معنويا. وقال كمان القيعي سنفترض أن وقعة أزارو بتمزيق قميصه في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بتوجيه من كارتيرون فهو سلوك سيء لكن لم يؤثر على نتيجة المباراة. وقال كمان القيعي أنه حاسس بقلق بعد وجود حملة إعلامية مصرية بتؤكد عدم أحقية النادي الأهلي بالفوز، وطبعا فضلا عن تشكيك في ركلتين الجزاء واتهام النادي الأهلي بتقديم رشوة بمستندات مزورة لحكم مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال كمان أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يدعم النادي الأهلي في أزمته وأصدر بيان روتيني. ده كان أهم كلام الجرايد ومنشطات الجرايد عن النادي الأهلي، لكن أنا بأكد لكم إن مفيش أي قرار طلع من مجلس إدارة النادي الأهلي لحد دلوقتي، وأي قرارات هتتاخد فتتاخد بعد يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله بعد الاجتماع اللي هيكون مع مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري. نروح دلوقتي معاكم لأهم كلام المواقع على الإنترنت عن النادي الأهلي. يلا كورة، ماذا ينتظر الأهلي بعد الترجي؟ مواجهات عربية والزمالك 11 لقاء مؤجل. اليوم السابع الخطيب يجتمع بكارتيرون ومحمد يوسف في الخميس المقبل. الوطن سبورت صالح جمعة، أحتاج ربع فرصة في الأهلي والموهبة لا تكفي. البوابة 22 مليون جنيه مكاسب الأهلي المالية بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا. الأهلي دوت كوم، كارتيرون يطالب صالح جمعة بالجاهزية تمهيدا لقيده في يناير. سوبر كورة، ثنائي الأهلي يخضع لفحوصات طبية بعد الإصابة أمام الترجي.
موقع وان تري المستكاوي الأهلي بطل الدوري برغم زيرو الترجي. يلا كورة، وكيل أحمد فتحي اللاعب مستمر مع النادي الأهلي ولا يفكر في الاعتزال. نروح معاكم دلوقتي لتفاصيل أهم العناوين اللي استعرضناها مع حضراتكم دلوقتي. هنبتدي مع موقع يلا كورة اللي قال إن في طريق جديد بيستعد نادي الأهلي إن هو يسلكه في الفترة اللي جاية بعد ما خسر لقب دوري أبطال أفريقيا، وبالتالي مش هيشارك في منافسات كأس العالم للأندية 2018 في الإمارات، ومن المقرر أن تتوقف مشاركات الأندية بسبب طبعا الأجندة الدولية. وخوض مصر المباراة تونس في ملعب اسكندرية في برج العرب في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية يوم 16 نوفمبر، وبعد كده هيكون في مواجهة الإمارات الودية هتكون إن شاء الله يوم 20 نوفمبر، وهيستأنف النادي الأهلي مبارياته يوم 22 نوفمبر لما هيطير دولة الإمارات عشان يقابل الوصل الإماراتي في دبي في إياب دور 16 لكاس زايد للأندية الأبطال. وكان النادي الأهلي طبعا تعادل ذهابا في برج العرب بنتيجة 2-2، وهيرجع النادي الأهلي للقاهرة عشان يستقبل اتحاد جدة السعودي يوم 27 من شهر نوفمبر على كاس الملك سلمان السوبر المصري السعودي. وفقا لجدول لجنة المسابقات هيلعب النادي الأهلي أول مباراة ليه في الدوري قصاد نادي الزمالك يوم 10 ديسمبر في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز قبل أيام من بداية مشواره الأفريقي الجديد، وبعد كده أو ممكن قبل كده يكون في مواجهات أو هيتم تسكين مباريات مؤجلة، لكن لم يتحدد لحد دلوقتي الموضوع ده أو الأيام أو التواريخ. وهيستقبل الفريق أحد أيام 14 أو 15 أو 16 من ديسمبر اللي هيفوز من جيما كينيما الأثيوبي وأساس تيليكوم الجيبوتي في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا في النسخة الجديدة إن شاء الله. كمان اليوم السابع قال ان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي هيعمل اجتماع يوم الخميس اللي جاي مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي ومحمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره للاستماع ليهم بشان التقارير اللي طلبها رئيس النادي منهم بعد خساره الفريق قصاد الترجي التونسي يوم الجمعه اللي فاتت في استاد رادس. وكان رئيس النادي طلب من محمد يوسف وباتريس كارتيرون والدكتور خالد محمود طبيب الفريق تقارير اداريه وفنيه وطبيه شامله عن الفريق بخصوص الفتره اللي فاتت من الموسم الحالي، وواجه كمان رئيس النادي الجهات ان هم لازم ينتهوا سريعا من اعداد التقارير دي عشان يقدروا يناقشوها مع شخصيا. كمان الخطيب اتوجه لالمانيا بعد النهائي الافريقي عشان يقضى هناك لفحوصات طبيه ويرجع ان شاء الله بالسلامه يوم الاربعاء اللي جاي. كمان الوطن سبورت قالت ان صالح جمعه صانع العاب النادي الاهلي اكد ان هو بيتمنى ان هو يحصل على فرصه اخيره خلال الفتره اللي جايه ويتم قيده خلال فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه، وقال جمعه احتاج التواجد داخل النادي الاهلي باي شكل حاليا وايضا دعم المسؤولين والجماهير، واوعد الجميع اني هستغل فرصتي الاخيره ومش فرصه كمان دي ربع فرصه. قال كمان عشت ظروف صعبه جدا في الفتره اللي فاتت ولكن تمكنت من تخطيها والتركيز فقط في كوره القدم ولن افكر نهائيا في الرحيل وسأنتظر حتى آخر دقيقة في فترة القيد للبقاء في النادي الأهلي. وقال كمان صالح جمعة أدركت أخيرا أن الموهبة لا تكفي فيجب علي الاجتهاد والقتال للتواجد بين صفوف النادي الأهلي. كمان موقع البوابة قال برغم الخسارة خسارة النادي الأهلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا إلا أن الفريق الأحمر حقق مكاسب مالية وهي الفوز بمبلغ مليون وربع مليون دولار أي ما يوازي 22 مليون جنيه مصري، وده نظير وصوله للمباراة النهائية. مبلغ المليون وربع مليون دولار هيتم دخوله في خزينة النادي الأهلي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الأيام اللي جاية، وبعد كده هيتم استخدامه من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب في محاولة دعم الفريق بصفقات مميزة أو صفقات سوبر. كمان النادي الأهلي أو موقع الأهلي دوت كوم قال أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي بدأ أولى خطواته لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير اللي جاي، وده بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا. موقع الأهلي دوت كوم كمان كتب أن باتريس كارتيرون تواصل مع صالح جمعة لاعب الفريق واللي كان معار لصفوف الفيصلي قبل ما يفسخ عقده مع الفيصلي السعودي،
ويرجع مرة تانية للنادي الأهلي. وطلب المدرب الفرنسي من اللاعب صالح جمعة أن هو ينتظم في تدريبات الفريق خلال الفترة اللي جاية، وكمان طلب منه أن هو لازم يحس بالجدية والالتزام لأنه بحاجة للعب في الفترة اللي جاية، وأن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بيتجه بقوة لقيد صالح جمعة في قائمة الفريق مرة تانية في شهر يناير اللي جاي عشان يقدر يحل أزمة مركز صانع الألعاب. كمان موقع يلا كورة قال أن أكد ممدوح عيد موقع سوبر كورة الأول قال أن بيخضع ثنائي النادي الأهلي عمرو السلية ومحمد هاني لفحوصات طبية خلال الساعات الجاية إن شاء الله بعد ما تعرضوا لإصابة خلال مباراة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يتحدد مصير السلية وهاني من المشاركة في التدريبات اللي جاية والانضمام لمنتخب مصر بعد الفحوصات الطبية إن شاء الله. كمان موقع وان ثري نشر تصريحات للكاتب الكبير حسن الاستكاوي قال فيها ان النادي الاهلي هيتوج ببطوله الدوري الممتاز، وده برغم انتقاده لاداء النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت، وقال كمان ان اداء الاهلي قصاد الترجي كان زيرو ولم يظهر بطريقته المعتاده امام الترجي، او الفتره الاخيره كلها ما كانش ظهر بطريقته او بطبيعته، منتقد طبعا موسم تعاقدات النادي الاهلي وعدم التدعيم بلعيبه اقوياء، وده كان طبعا في الموسم اللي فات او في الانتقالات اللي فاتت، وذكر كمان انه برغم ذلك فان الاهلي سيتوج ببطوله الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم. موقع يلا كوره كمان قال ان اكد ممدوح عيد وكيل اعمال احمد فتحي الظهير الايمن للنادي الاهلي ان الاخير لا يفكر في الاعتزال كما ردد البعض، وقال كمان ان اللاعب مستمر مع النادي خلال الفتره اللي جايه، وقال عيد فتحي لا يفكر في الاعتزال كل ما تم تناوله عاري تمام من الصحة، وكمان قال الأمر غير مطروح في تفكير أحمد فتحي، اللاعب مستمر مع النادي الأهلي وفقا لعقده. وكمان كان فيه طبعا في الفترة اللي فاتت بعض الأخبار اللي أشارت أن في نية عند أحمد فتحي أن هو يعتزل، خصوصا بعد خسارة النادي الأهلي مؤخرا لنهائي دوري أبطال أفريقيا لصالح الترجي التونسي، لكن وكيله أكد أن كل دي إشاعات مش أكتر. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا ونروح معاكم دلوقتي لفقرة الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج، ونبتديها بأهم العناوين. اليوم السابع جلسة بين وزير الرياضة وبريدة لمناقشة ترتيبات مباراة مصر وتونس. الوطن سبورت وفد تونسي يعاين ملعب برج العرب قبل موقعة الفراعنة ونسور قرطاج. وان ثري الأمن يوافق على زيادة عدد الجماهير المصرية أمام تونس. سوبر كورة الجبلية تجمد مستحقات لاعبي المنتخب. فيتو مؤجلات الدوري تعرقل إقامة وديات المنتخب خارج الأجندة الدولية. سوبر كورة اللاعبون المحترفون يصلون القاهرة استعدادا للانضمام لمعسكر المنتخب. معسكر مغلق للمنتخب الأولمبي ببرج العرب. هشام نصر هدفنا تنظيم بطولة تاريخية في مونديال اليد. في الجول تريزيجي يصنع ويسجل يقود قاسم باشا للمركز الثالث في الدوري التركي. سكاي نيوز رونالدو ولعنة السان سيرو هل يكسرها الليلة؟ أس باريس سان جيرمان يهدد مسيرة هنري التدريبية. سبورت 360 أرسنال يجهز ضربة موجعة للمان يونايتد. كورة تسريب جديد يصدم كريستيانو وميسي. يلا كورة صلاح يسجل وليفربول يفوز على فولهام ليرتقي لصدارة البريمير ليج مؤقتا.
نروح مع حضراتكم سريعا لتفاصيل اهم المنشطات دي، وهنبتدي من اليوم السابع اللي قال ان استقبل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في مكتبه من شويه، كل من هاني بريده رئيس اتحاد الكوره، احمد مجاهد عضو المجلس، ومن المنتظر ان يناقش رئيس اتحاد الكوره مع وزير الشباب والرياضه عدد من الملفات المطروحه على الساحه الرياضيه، وابرزها الترتيبات الخاصه بمباراه مصر وتونس والمقرر ليها ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه على ملعب استاد برج العرب ضمن التصفيات المؤهله لبطوله امم افريقيا 2019 في الكاميرون. كمان الوطن سبورت قال ان بيصل الاسكندريه النهارده يوم الاحد وفد من اتحاد الكوره والمنتخب التونسي لمعاينه استاد برج العرب وفندق الاقامه قبل مواجهه منتخب مصر الاول نظيره للمنتخب التونسي، وبيلتقي الفراعنه مع نسور قرطاج الساعه 6 مساء يوم الجمعه اللي جايه ضمن منافسات الجوله الخامسه للتصفيات المؤهله لامم افريقيا 2019 في الكاميرون. وكمان هيعين الوفد التونسي استاد اسكندريه وفندق الاقامه اللي هيستضيف المنتخب الاولمبي التونسي، واللي هيواجه برضه نظيره المصري وديا يوم الخميس اللي جاي. يذكر ان الامن وافق على حضور 50,000 مشجع في مباراه المنتخب الاول قصاد تونس. كمان نروح لموقع وان تري اللي قال ان وافقت الجهات الامنيه على زياده عدد الجماهير المصريه ل 60,000 متفرج بدل 50,000 متفرج خلال مواجهه تونس في التصفيات الافريقيه. وكان العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلايه تواصل مع القيادات الامنيه عشان يحصل على موافقه بحضور اكبر عدد من الجمهور خلال اللقاء المصيري بناء على رغبه الجهاز الفني بقياده المكسيكي خافيير اجيري واللي طلب دعم جماهيري كبير. كمان موقع سوبر كوره قال ان قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة تجميد مكافآت لعيبة المنتخب الوطني الأول والجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري لحد تعديل اللائحة المالية للفراعنة خلال الفترة اللي جاية. هيتم أو صرف فعلا اتحاد الكرة للعيبة نص مكافأة الفوز على النايجر في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019، ويعقد هاني أبو ريدة رئيس الجبلية وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني اجتماع خلال الأيام اللي جاية عشان يعملوا تعديل للائحة المالية ويعتمدوها، خصوصا طبعا وأن في عدد كبير من اللعيبة طلبوا بزيادة المكافآت عن المكافآت اللي حصلوا عليها في 2017 وتحديدا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا في الجابون وقتها. كمان موقع فيتو قال أن بلغ مسؤولي اتحاد الكورة في الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة خافيير أجيري صعوبة إقامة أي مباراة ودية للفراعنة بره الأجندة الدولية للفيفا وبالتحديد خلال شهر ديسمبر ويناير اللي جاي، بسبب طبعا إن في مباريات كتير متأجلة في مسابقة الدوري المحلي وخصوصا لفريق الأهلي والمصري، واللي طبعا بالإضافة لمشاركة الأندية المصرية في بطولة الأندية العربية أو كأس زايد. موقع سوبر كوره كمان قال ان النهارده هيوصل اللعيبه المحترفه للقاهره استعدادا للانضمام لمعسكر الفراعنه المقبل لخوض مباراتي تونس والامارات يوم 16 ويوم 20 نوفمبر الجاري. وكان اجاري ضم 11 محترف، هم عمرو ورده ومحمد عواد وسام مرسي وحسين الشحات وعلي غزال وعمرو طارق من اورلاندو سيتي الامريكي، وطبعا بإذن الله بكرة إن شاء الله هيكونوا منضمين أو منتظمين في تدريبات معسكرنا الوطني الأول. نروح للشروق، الشروق قالت إن هيدخل المنتخب الأولمبي في معسكر مغلق يوم الأحد اللي جاي على ملعب برج العرب اللي هو النهارده يعني، استعدادا لمباراة تونس والجزائر الوديتين والمقرر إقامتها على مدار يوم 15 و 19 نوفمبر الجاري. بيستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد 2020، واختار كمان شوقي غريب 30 لاعب للمعسكر وهم أكرم توفيق، كريم ندبد، وأحمد حمدي، ومحمود صابر، محمود الجزار، وناصر ماهر، ومصطفى شوبير، وعمر صلاح، وأحمد أبو الفتوح، ومحمد يوسف كاماتشو، محمد صادق، وعبد الرحمن مجدي، ووجيه عبد الحكيم، وشريف رضا، ومحمد متولي كناريا، ومحمود مرعي، واحمد رمضان بكهم، وعمرو رضوان، واسامه جلال، وكريم العراقي، وشهاب الدين خالد، ومهاب ياسر، ومحمد صبحي، وغنام محمد، ويوسف الجوهري، وامام عاشور، وناصر منسي، ومصطفى محمد، بالاضافه لرمضان صبحي المحترف في هدرسفيلد تاون الانجليزي، واحمد مصطفى المحترف في جنت البلجيكي. نروح لموقع في الجول، موقع كمان طبعا بالاضافه لمحمود حسن تريزيجيه او
لا عندنا لا في الجول طبعا كمان قالت ان قاد محمود حسن تريزيجيه فريقه قاسم باشا التركي لفوز صعب وهام على حساب بورصه سبور في الجوله ال 13 من الدوري التركي. نجح تريزيجيه في تسجيل هدف الفوز بطريقه رائعه بالاضافه لصناعه الهدف الاول لزميله السنغالي دياجني هداف المسابقه لحد دلوقتي. ورفع تريزيجيه رصيده لخمس اهداف في الدوري التركي في المركز الخامس في ترتيب الهدافين بفرق هدفين عن المركز الثاني وسبع اهداف عن زميله السنغالي دياجني متصدر ترتيب الهدافين في الدوري التركي. كمان سكاي نيوز قالت انها يسعى نجم يوفنتوس الايطالي كريستيانو رونالدو للتخلص من لعنه ملعب جوزيبي مياتسا المعروف باسم سان سيرو يوم الاحد لما هيواجه فريق اسي ميلان في اطار الاسبوع ال 12 من الدوري الايطالي. لم يتمكن النجم البرتغالي من تسجيل اي هدف على ملعب سان سيرو برغم انه خاض على ارضيته خمس مباريات قبل كده خلال مسيرته مع نادي المان يونايتد وكمان ريال مدريد. واجه رونالدو ميلان ثلاث مرات وانتر ميلان مرة واحدة وكمان خاض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا على نفس الملعب لما واجه فريق أتلتيكو مدريد قبل سنتين. كمان موقع سبورت 360 قالت ان وسائل الاعلام الانجليزيه النهارده الصبح صرحت ان المدرب الاسباني اوناي اميري المدير الفني لنادي ارسنال الانجليزي بيستهدف التعاقد مع مواطنه خاون مانويل ماتا من صفوف مانشستر يونايتد الصيف اللي جاي. وذكرت التقارير ان ارسنال بيستهدف التعاقد مع الاسباني خوان مانويل ماتا جناح وصانع العاب مانشستر يونايتد مجانا في الصيف اللي جاي. وقالت شبكه سكاي سبورتس من فترة قليلة أن مانشستر يونايتد بيستهدف تأمين خدمات الأسباني خوان ماتا الأسباني اللي بينتهي عقده مع الفريق في الصيف اللي جاي وبيحق ليه أنه هو يتعاقد مع أي فريق خلال شهر يناير اللي جاي. وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن خوان ماتا بينتظر تقديم إدارة مانشستر يونايتد العقد ليه عقد جديد خلال الفترة اللي جاية وأنه هيفضل أو هيفضل أنه يكون موجود مع الشياطين الحمر وأن خياره التاني هو العودة مرة تانية لفريقه القديم فالنسيا الأسباني. موقع كورة كمان قال أن كشفت تسريبات صحفية من أو عن اللعيبة المتصدرة لسباق جائزة الكرة الذهبية للسنة دي واللي هيتم الإعلان عن الفائز فيها يوم 3 ديسمبر اللي جاي. وقال التقارير إعلامية أن التسريبات بتشير لعدم تواجد كل من كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي ولينال ميسي من برشلونة الأسباني ضمن أول ثلاث لعيبة في التصويت. وقالت الصحف الفرنسية أو في صحفي فرنسي اسمه إريك أنه كان عنده نظرة خاطفة على الترتيب الحالي للعيبة وجاءت كالآتي: لوكا مودريتش في المركز الأول وبعد كده رافائيل فاران من ريال مدريد وبعديه كيليان مبابي من باريس سان جيرمان. كمان موقع يلا كوره قال ان محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني الاول ونادي ليفربول الانجليزي سجل هدف في فوز فريقه على ليفربول بهدفين دون مقابل. الفوز ده رفع رصيد ايفرس ل 30 نقطه في صداره الدوري بفرق نقطه عن مانشستر سيتي واللي هيلعب النهارده مباراه قويه مع مانشستر يونايتد. دي كانت طبعا اهم الاخبار المحليه والعالميه واخبار محترفينا في الخارج. ودلوقتي تعالوا نروح مع بعض نشوف فقره السوشيال ميديا. صفحه في الجول على تويتر احتفلت بعيد ميلاد جوكر النادي الاهلي احمد فتحي وكتبت: فارس شجاع مقاتل، صفات اتصف بها احمد فتحي الذي كان ضلعا رئيسيا في الجيل الذهبي لمصر، الدوري المصري 9 مرات، كاس مصر مره، السوبر المصري مرتين، دوري ابطال افريقيا 3 مرات، السوبر الافريقي مرتين، كاس امم افريقيا 3 مرات. هذه هي بطولات الجوكر في تاريخه. عيد ميلاد سعيد احمد فتحي. كمان احتفل الحساب الرسمي للمنتخب المصري على تويتر بعيد ميلاد الجوكر على تويتر وكتب: نحتفل سويا بعيد ميلاد قائد الفراعنه في جميع الاعمار السنيه المختلفه الجوكر. نشرت الصفحة الرسمية لنادي أرسنال الإنجليزي على الانستغرام صورة لمحمد النني من تدريب من التدريبات اللي أقيمت في أجواء ممطرة وكتب الطقس المثالي للتدريب: أليس كذلك يا نني؟ كمان محمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي نشر
انا قلت محمد. طيب احمد المحمدي لاعب استون فيلا الانجليزي نشر صوره على تويتر من ماتشه الاخير قصاد كاونتي ديربي كاونتي في دوري الدرجه الاولى الانجليزي تشامبيونشيب اللي انتهى بفوز استون فيلا 3-0 وكتب المحمدي ثلاث نقاط وثلاث اهداف وشباك نظيفه رائعون اليوم. كمان نشر خوان فايت لاعب تورنم واللي احرز هدف في فوز فريقه امبارح على كريستال بالاس في الدوري الانجليزي او بريمير ليج على تويتر صوره من المباراه وكتب حقا سعيد بهذا الفوز وباحراز اول هدف في البريمير ليج. كمان نشر اريك لاميلا لاعب سبيرز واللي تعرض لاصابه في وشه في الماتش امبارح صوره من على الانستغرام مع خوان فايت وكتب الى كل من يسالون عني انا بخير هنا مع صاحب الهدف فوز رائع خارج الديار. كمان داري علي لاعب توتنهام نشر صوره على تويتر من الماتش وكتب فوز كبير في اجواء صعبه. نشر كمان هاري كين صوره من المباراه على تويتر وكتب فوز عظيم نهايه مثاليه لاسبوع صعب. نشر كمان هاري ماجواير لاعب ليستر سيتي الانجليزي صوره على تويتر من مباراه الفريق امبارح قدام بيرني واللي انتهت بالتعادل السلبي واللي شهدت طبعا تأبين لمالك النادي الراحل خصوصا انه ده اول مباراه او اول ماتش تتلعب على ملعب كينجز باور ملعب ليستر سيتي بعد الحادثه اللي تعرض ليها طياره مالك نادي وطبعا ادت لوفاته. وكتب هاري فقدنا الثلاث نقاط ولكن الدعم اليوم لا يصدق. كمان اسبانيا نشر توماس بارتي لاعب اتلتيكو مدريد صوره على تويتر من مباراه امبارح مع بلباو واللي انتهت بفوز اتلتيكو مدريد 3-2 احرز منهم هدف وكتب يا لها من ليله ساحره. كمان نشر ديجو جورن قائد اتلتيكو مدريد صوره على تويتر من المباراه وكتب قتلنا حتى النهايه وحصلنا على المكافاه. كمان جيروم بارتينج لاعب بايرن ميونخ الالماني نشر صوره على تويتر لحرائق الغابات في كاليفورنيا وكتب ابقي قويه كاليفورنيا دعوتنا ليكي. كمان نشر ماوري كاردي صوره لي على تويتر وكتب سعيد جدا باستلام جائزه هداف الدوري الايطالي في الموسم الماضي وجائزه افضل لاعب في شهر اكتوبر الماضي. كمان ويلفرد زاها لاعب كريستال بالاس الانجليزي واللي كان عيد ميلاده امبارح نشر صوره على الانستغرام بيشكر كل الناس اللي هنوه بعد ميلاده قال لهم شكرا لرسائلكم النهارده كملت 26 سنه وبشكر ربنا على سنه جديده ثانيه في عمري. كمان حساب ليفربول العربي على انستغرام نشر فيديو لمحمد صلاح ولوفرن وكتب المصري في اي حته بيفرض نفسه على اي احتيال. الفاصل عشان نستقبل ضيفنا النهارده الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير ورئيس تحرير التنفيذي لليوم السابع. رجعنا سريعا ونورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع منورنا كالعاده هنا. ربنا يخليك يا رب انت اللي منوره وقناه النادي الاهلي دايما منوره. طبعا احنا هنتكلم اكيد عن لقاء النادي الاهلي اول امبارح يوم الجمعه اللي فاتت على استاد روزدس وخساره النادي الاهلي للقب اللي كلنا كنا قاعدين مستنينه. التسعة يا أهلي بحسب الجمهور العظيم يعني اللي كان عامل سبورت للنادي وكان يأمل يعني أن العروس السمراء تعود مع الفارس الأحمر. لكن الأقدار الكروية أحيانا بتبقى ليها خصوصيتها ودايما النادي الأهلي يعني القدر الكروي بيبقى مديله حقه بقدر الناس اللي بتجتهد في إدارة النادي جيل ورا جيل يعني. وبالتالي احيانا فوز غير مستحق فنيا قد يلقي بظلاله قد يدفع بالنادي الاهلي لقمه الناس كانت محتاجاها زي كاس العالم للانديه ومن ثم ربما كانت فرص التغيير تتاخر. فما اعلمه انه مجلس الاداره طبعا ويقود الاسطوره محمود الخطيب احد من اداروا كره القدم عضوا وامينا للصندوق ونائبا للرئيس وكان يعني جنبا الى جنب مع الكابتن حسن حمدي والذين معهم وقتها في العام 2003 عشان جمهور الاهلي يفتكر لما اعادوا صياغه تقريبا تشبه الحاله الحاليه حين تحتاج روح النادي الاهلي لاجساد مختلفه بمعنى انه ليس لديك لاعبين مقصرين ليس لديك لاعبين لا يستحقوا ارتداء شعار الاهلي ولكن
تحتاجي قماشة إضافية، تحتاجي صحيح. نجوم سوبر صحيح. بالإضافة بقى وأنا قلت لحضرتك الأول لازم نقول في 90 دقيقة استحق الترجي، وعظمة الأهلي أن كل يعني من يؤيده ومجلس إدارته وفنيه أكدوا ده في رادس يعني أن الترجي فاز في 90 دقيقة صحيح. إنما لما يغيب أجايه، لما ينسلخ عن الفريق علي معلول، يعني أزاره أدي ثلاث لاعبين مؤثرين جدا. لما أحمد فتحي يصاب، مع كامل احترامنا طبعا للوافد الجديد مكمل أحمد فتحي وهو محمد هاني، لما فجأة عمرو السولية تحدث له إصابة داخل أرض الملعب، لما اللعيبة ولو أن ده برضو لا يؤثر على شخصية البطل يلاقوا زميلهم داخل بتمن غرز في وشه واخد بال حضرتك، ويسمع انه جمهور بيترمي له السندوتشات والشوكولاته، ده رغم ان الجانب التونسي الجانب التونسي عند مستويات عليا، لانه في اتصالات من السيد وزير الشباب والرياضه، السيد السفير المصري مع وزرائهم هناك، الحقيقه تامين غير عادي، وممر امن للبعثه كامله بالجمهور بالاعلام بالصحافه الى ان وصلنا لملعب رادس. كل اللي كان حمادة زي ما الشباب بيقولوا، وعند رادس حمادة تاني خالص. يبدو ان الامن اللي عند الملعب اراد، لانه كان في ممر اخر لجماهير الترجي، انه يوريهم اذا كنتوا صرختوا عند برج العرب، مع ان ده لم يحدث. لم يحدث ان مواطن تونسي على ارضه الثاني بلده الاكبر مصر، يعني ده كانوا في حراسة الشرطة وهم بيخلعوا الكراسي وبيرموا ازاز المية وحاجات كده، عارفين انه هوس جماهيري، لكن دي مواعيد الكبار. وبالتالي بدأ فاصل لدرجة أنه أحد شباب مصر الأهلاوي العظيم على كرسي متحرك بيتاخد منه إزازة المية. قلت له شوف، مستحيل هو ده الشيء يعني الطيب اللي أنت بتعمله، مش هيدخل من غير إزازة المية. طبعا كان الاتفاق أنه الإعلاميين والصحفيين اللي وصلوا يوم المباراة مقابل تأشيرة من الدولة التونسية اسمها تظاهرة رياضية، ندخل جميعا ولو مع الجمهور في مدرج الجمهور. فنكتشف أنه يعني إجراءات الامن اللي هناك غير الامن اللي كان بيامننا. من اول ما قالوا على البارك على البارك، كان المفروض اللي معانا قايلين لنا نوديكوا بالباص عند البوابه. وبالتالي بدات اشعر ان هناك خلاف في الراي لارضاء الجمهور التونسي. وبالتالي ممر شايف الترجي وما بيخشوش عشان يشوفوا ان المصريين او الاهلاويه بيتعمل معاهم الحاجات اللي بقول لحضرتك، رمي السندوتشات في الارض. اول مره اعرف ان الشوكولاته مثلا ممكن تنفجر فما تخشش الملعب. اول مره الاقي ان الباور بانك ويقول لك الشارج نو باور بانك نو. بس ده حقيقي، انا حضرت نهائي تشامبيونز ليج السنه اللي قبل فاتت، كان ممنوع ادخل بالباور بانك. المفروض يبقى كل المفروض يبقى على كل المفروض، لكن لما تبقى الاجابه لما يقول الاجابه ان ده يصلح مفجر ماشي، لكن ما يبقاش جنسيه او جنسيه لا، لكن لما يقول لي ممكن تخنق واحد يا استاذ، لا يا عم اخنق مين واعمل ايه؟ نعمل ايه؟ تخنق واحد بالسلك يعني. تخنق واحد بالسلك يا عم يعيشك، يا عم اكلمه بالتونسي بالمصري. هي اللقطه كلها حسبه سياسه في كوره، انه الترجي الكل في تونس حتى منافسيه يعرف جيدا عندما يكون الترجي خاوي الوفاض من النجوم كبار ووضع مميز في الدوري، لأنه هو كبير الكرة التونسية بتاريخه، لازم يلاقوا يعني يستهدفوا حد يشيل عنهم. فكان الاستهداف هو الأهلي الذي سرقهم والذي حطم أحلامهم زي خزاعه كده في الرواية العبقرية اللي بنتفرج عليها يعني. وبالتالي كان يمكن ده برضو يمر لولا اللي شفناه، لكن الحقيقة باتفاق مصري تونسي عبر الكبار اللي هو الوزيرين في البلدين، معالي السفير طبعا والخارجية التونسية ووزير الخارجية المصري، الحقيقة بريزنتيشن شركتنا الوطنية المحترمة اللي كانت عاملة جروبات سياحية، الحقيقة كأننا يعني رايحين في كل حتة في العالم بمندوبين وكذا، إلا لقطة حمادة اللي هي عند الملعب دي، وأيضا القنصل الحقيقة والمهندس هاني بوريدة ومحمد مرجان العميد مرجان أنقذ كثيرين وضبط الأداء بصورة الحقيقة. هو دي رجالات النادي الأهلي، ده الجزء اللي هو قبل المباراة، واللي لا يمكن حد يقول ان ده يأثر على اللعيبة بنسبة طبعا، لكن في مواعيد الكبار لعيبة الأهلي ياما شافت جيل ورا جيل أشياء كثيرة جدا. لكن هناك الكثير مما يعمل عليه المجلس ومفوضه طبعا محمود الخطيب في كرة القدم واللجنة الفنية لإعادة ضبط الأدوات، خلينا نتكلم بصراحة، وده شيء بيميز قناة النادي الأهلي بغض النظر عن المتحدث إن كان يعني من أهل الدار كمحلل من النادي أو صحافي أو كذا، في مساحة هنا، ويمكن المحللين الأهلاوية مع الكابتن سيد
قالوا ده ان في جزء فني فائت، ان هناك ربما حاجه زي ما قلت حضرتك ان روح الفانيلا لابد من اجساد غاليه اصحاب خبرات تدخل الى هذه الروح مجددا، وبالتالي ما اعلموا ان هناك تطوير هام وعاجل جدا. صحيح. عقب عودة الكابتن اللي أجل سفره للعلاج أكثر من مرة يعود الأربع إن شاء الله بإذن الله يرجع من ألمانيا ويوم الخميس، وطبعا بين السطور تبدو معالم التغيير. الكابتن طلب تقرير فني وطبي وأيضا تقرير إداري. صحيح. لأن هناك فرائض غائبة كثيرة. ليه؟ لأن الأهلي كان بيشارك في أربع بطولات في ذات الوقت لديه قائمة واحدة، عمال يودي منها ناس هنا وناس هنا، يعني عارفة لما تبقى في مربع، عارفة أوضة الاسكواش، الكرة في كل الحوائط، وبالتالي يعني إيه كانت الأقدار رحيمة، ودولاب الأهلي يتحمل غياب الأميرة مرة تانية، خاصة بقى أنه الأميرة الجديدة من هنا لشهر خمسة إن شاء الله، يعني قريبة جدا. صحيح. يعني صحيح. إيه وبالتالي أعتقد أنه النادي الأهلي يليق به في التطوير اللي جاية أنه نشوف ناس متفرغه تدير كره القدم، وده يعني مجرد طرح، امل ان يصل لي خبراء النادي الاهلي. طب خليني اسال حضرتك، شفت ايه اسباب اخفاق النادي الاهلي ان هو يحصل على الاميره الافريقيه؟ هو ده اللي قلته لحضرتك، هناك غياب كامل للرؤيه الطبيه. انا مش دكتور، لكن اعتقد انه اداره النادي الاهلي لو ضربنا مثلا واقدر ليهم مثلا لقوني انا ومش لاقيين حد، فخلوني انا مدير الكوره او المدير الفني. يجب ان يعي الجميع أنه كائن من كان، من التتش رحمه الله وصالح سليم للكابتن صالح ربنا للكابتن حسن ربنا يديله الصحة، للأسطورة محمود الخطيب، مش هيتدخلوا مع العبد لله وهو يدير كرة القدم. هيحاسبوه في المواعيد، بعد بطولة، بعد كتلة من المباريات، في الأيام المحطوطة في المنهج ده. وبالتالي هو ده. لكن الآن الأسباب باتت واضحة. يحتاج الأهل لتطوير، يحتاج لتطوير الأدوات نفسها. لاحظي أن الخطيب لم يكن موجودا مثلا من دورة، هناك فاصل زمني بين السيستم من 2003 وما بعدها، استمرارا بما حدث في مصر كلها، وأوقف كل تطوير وكل تجديد في كل مناحي الحياة، مش بس في النادي الأهلي بحلو ومره يعني. ومن ثم أنت الآن تحتاجي لأنه يعني شفنا لقطة وليد سليمان المجتهد النجم خاتم سليمان زي ما علاء عزة سميلي وصديق العزيز بيقولها، لكن ليست بأن تقرأ القرآن وحده تسددي الكرة وموهبتك. نأمل أنه في القادم نلاقي وليد سليمان مسدد ضربة جزاء، عنده اندفيدوال كده 50 شوطة. نأمل أنه ما يبقاش فيه أطباء مش متخصصين، عندهم شغل تاني في عيادة أو في مستشفى، لأنه النادي الأهلي يحتاج الآن لمستشفى ميداني وأحدث الأجهزة. نعم، احنا اصلا في مستشفى. لا، ما هو ده اللي بقوله بقى لحضرتك. خليني يحتاج لمستشفى ميداني زي كل انديه العالم. عارف الاهلي، عارف الاهلي ده عملوا امتى؟ عملوا في عصر الهوايه، جاب هيليكوتي ثم جاب دور ريفي السير العظيم مدربا، والكره هاويه والتدريب ثلاث مرات ليصبح في النادي الاهلي مرتين في اليوم على مدار الخمسه ايام. نامل ان نرى اللي بتاع التاكلينج بيتدرب عليها، نامل ان نرى جهاز طبي متفرغ، احدث الاجهزه، وحده على اعلى مستوى. اعتقد دي اللي افكار الخطيب، انا مش بقترح، انا عارف ان الشغل شغال على تحديث كل ده. خليني اسال حضرتك عن الاسئله بقى اللي بتدور في ذهن جماهير الكره المصريه وجماهير النادي الاهلي طبعا بالتحديد. النادي الاهلي ليه مليان اصابات؟ النادي الاهلي ليه مش مستعد؟ النادي الاهلي ليه ما دعمش في الانتقالات اللي فاتت؟ النادي الاهلي محتاج مين؟ النادي الاهلي هيعمل ايه في الانتقالات اللي جايه؟ امتى هنشوف الفريق مكتمل؟ طب عشان نقف عند كل حاجه، النادي الاهلي تجتاحه الاصابات، يبقى في خلل، خلل في العلاج، خلل في منظومه الاحمال، وبالتالي صعب قوي انه تستوي الامور. صحيح. فالكل يلعب، والكل يلعب كل ثلاثه ايام، وهذا هو قدر البطل. وكتاب الكوره بتاع العلاج والاعداد بيقول ان لكل مقام مقال، يعني اللي بيلعبوا كل 72 ساعه ليهم صفحه، اللي بيلعبوا كل 10 ساعات ليهم صفحه. هذه ليست بالمفاجأة، ما يزعلوش مني يعني. ثانيا وهو الأهم، لابد من عودة مدير كرة. يبدو أن الكابتن كان يحتاج لوقت لتثبيت الأركان، وعشان كده ارتضى بابن النادي المدرب العام. من وجهة نظر حضرتك مين أفضل مدير كرة عدى على النادي الأهلي في الحقبة الجديدة؟ لا، دول كتير. لا، احنا بنتكلم في الألفينات. في الألفينات، في الألفينات طبعا كابتن ثابت البطل، محمد رمضان، علاء عبد الصادق، فيش كلام يعني بترتيب الظهور. صحيح. الحقيقة قامات وهمات على فكرة الحكاية. ليه؟ لأنه
مدير الكره بقول لك لو العبد لله افاءت عليه ظرف ما انه يبقى مسؤول مثلا، تخيليها كده. الاداره لا تراجع من يتولى مهمه، هذا هو الاهلي. ومن ثم مدير الكره ده رئيس جمهوريه كره القدم. صحيح. فهو صباحا يراس الجهاز بمديره ببابا غنوج وبكله، ثم مساء يعود مدربا عاما، فالراجل يقول له النهارده هنعمل كذا، خد المجموعه دي هنا. لا وضع يعني يصعب فهمه شويه. ومن ثم في غياب مدير الكرة، مدير الكرة المتفرغ ماذا يصنع؟ لا تقع منه موهبة في وسط الطريق مقابل سهر. السهر هو شيء طبيعي لنجم مراهق الدنيا يدته وحاجات كده. طيب. يعالج مدراء كرة في الثمانينات أسماء مش هنعدها. عالجها في بعدها في أجيال محمد عبد الجليل ومحمد عبد الجليل تحديدا، و أجبر على البيات وهو لاعب بالفريق الأول داخل استراحة بالنادي الأهلي وعدت له. ليه؟ بصي، مزرعة المواهب غير مزرعة الفراخ، لا يمكن الكلام عنها باعتبار أن كل يعني فرخة ممكن تبوظ الباقيين فنرميها. لا، مزرعة المواهب للإصلاح. هناك بقى ناس رواتبها عشان تنتبه للحالات دي. صحيح. ومن ثم هذا ما يفكر فيه كل لاعب. هذا ما يفكر فيه. مفيش حاجه اسمها لعيب نمرود، مفيش حاجه اسمها لعيب غلط فيبقى يبعد. ودي برضو انا مستكترها على مستر كارتيرون اللي هو خواجه الحقيقه، ما اعرفش حتى ممكن تترجم له ازاي. لكن الضغوط على الرجل، مين شايف موهبه اتظلمت ان ما تمش احتوائها في النادي الاهلي بالطريقه الصح؟ كتير. زي مين؟ زي صالح جمعه. صالح جمعه، شفت ازاي تصريحات صالح جمعه من يومين؟ انا عايز ربع فرصه بس وارجع النادي الاهلي. الاخيره صحيح. يبدو انه انتبه، لكن على فكره ده معناه انه في اشارات صوتيه راحت له. هنا بقى يبقى امر بيتصلح اهو. عشان كده انا بقول للناس وانا مسؤول عن كلامي، الخطيب والذين معه كانوا بيفكروا في ده، بس اين التوقف لاجراء التعديلات؟ حتى في ما هو معلن من انه محمد يوسف ابن النادي والمدرب المشهود له بالكفاءه التدريبيه بالانابه. طب ما لو كابتن عايز مدير كوره خلاص كان خلاه مدير كوره. لكن يبدو ان الاوضاع قبل ما احط الناس بوضب الكراسي بالبلدي يعني، وبالتالي بالانابه، لانه يبحث عن الشخصيه. صحيح. التي تصبح مديرا للكره. صحيح. يبحث عن التواصل بين القطاع. مشتريات النادي الاهلي ولديه الحقيقه كتيبه في اللجنه الفنيه، كابتن ناجي وعلاء والمجموعه وحمد ابو راضي، عشان ما يسقطش مني حد يا ريت تكمل لنا لو الاسماء كلها بيختاروا. لكن كان كتير علينا برضو ان الجزار ومحمود علاء او احمد علاء اخو محمود علاء لما يجوا ما يخشوش جسم الفرقه بسرعه. كان كتير علينا برضو انه لاعب بجديه وموهبه صلاح محسن لما يدفع فيه 38 مليون، صحيح مش مع الجهاز ده من قبله، لكن يتقال اصله تحت الانسجام. لا، الانسجام دي مكرونه مش كوره. يعني ما ينفعش النجم الغالي هو من يلعب من اول مباراه. ليه؟ لان هو حاسس انه نجم غالي، هو جاي لك والناس عارفاه. حدث ايضا مع ناصر ماهر نفس الحوار تقريبا. مش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها عقوبه، انه اللي هي ايه، عقوبه تاديبيه مدرسيه. ناصر ماهر عشان لعب ماتش خماسي يا ست، ما يلعب ماتش خماسي لابد ان نعيد لاتزانه. صحيح. هؤلاء شباب مراهقون ممكن يتقرس. لو جينا نتكلم عن اوروبا والمساحه في قناه الاهلي هي مساحه رائعه. النجوم في اوروبا بيجيبوهم من ديسكوهات وبارات ثم يصلحوا الى ان يثبت ان هذا الغض الشاب النجم الذي اعطته الحياه ورب العباد الكثير، لا هو بقى كده جاب اخره. جاسكوين في انجلترا فضلوا وراه من مصحه مقابل الكول والحاجات دي 6 سنوات كامله يحاولوا اعاده صيانته. ومن ثم اصل دي، بص يا استاذ، دي وظائف ناس عشان تبقى عارف، يتقاضوا اجور عشان ينيموا اللي ما بينامش ويصحوا اللي ما بيصحاش. صح. واللي صح. بيشرب ميه وبدلها لازم لبن يسقوه لبن ويحكي له حواديت. هذا هو عالم الاحتراف الذي بدأه الاهلي. صحيح. في وقت الهوايه. صحيح. انا عايز اسال حضرتك على حاجه دلوقتي. مثلا الجمهور اللي بيشوفنا عبر التلفزيون مثلا، احنا بنتكلم عن موضوع مش عشان سهر هنقع عليه عقوبات كبيره، مش هنقطع راسه خلاص عشان خرج او عمل او 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 في سنه ده. بس في حاجه دايما الموضوع بيبقى فيه تضارب ما بينه وما بين بقى الاخلاق والقيم والنادي الاهلي، وما ينفعش ومش ينفعش. لا، مين اللي قال دي اخلاق؟ هو لازم السهره دي تكون، هو لازم السهره دي تكون سهره ما جينا. لا، ما السهره دي ممكن تبقى في كافيه، ممكن تبقى في مكان فيه مزيكا. يعيش ب 100 شخصيه، يعيش ب 100 شخصيه زي البلد
الدولة. وبالتالي فلافيو كان بيحط علم أنجولا لما ياخد شامبيونز ليج. الراجل صبري البلايلي الجزائري حط علم الجزائر وتسلم ميدالياته ولا يعيبه في شيء. وبالتالي احنا ضحية شخصية الصبح وشخصية بعد الظهر. احنا ضحية انه نكبر الامر ونحط صور وحاجات. طيب مين بقى بعد ما شاف الصورة اشتغل؟ ما حدش يزعل مني يعني. لم يعمل احد. وقلت لحضرتك وبكررها، لا مش كل بيضة فيها موهبة زي ما قلنا مزارع الكتاكيت. لا ده الموهبة يصعب وجودها، عشان كده يقولك ثقل المواهب. وما هو من ضمنها السهر والحمى عليها زي الأم اللي بتربي يعني صغرها، خشية بقى نزلة شعبية ولا برد ولا أكلة وحشة، هي نفسها في الكرة. لكن إزاي مفيش تفرق كامل في النادي الأهلي؟ يعني إيه لاعب مرة نسمع في النادي الأهلي وغيره، طبعا بتكلم على الكرة المصرية، لكن الأهلي كان دايما بيقص الحاجات دي بدل إنه يقولك إيه أصل يغيب غدا الامتحان. نعم لا حضرته ما يمديش احتراف، لو عايز بقى عنده امتحانات عشان مستقبله يشوف له تعليم بالنت. لكن وبعدين نطلع الإداري باطل يقولك نجح بحول الله في الوصول إليه في لجنة الامتحان وعاد به إلى الملعب. طب وامبارح كان مذاكر ولا كان مركز؟ ما على فكرة في نجوم في أوروبا من الأهلي وأندية أخرى لما قال عندي امتحان بقى محل النكتة، مش هقول السخرية في حجرة الملابس. لابد من نوع من التعليم طبعا، بالإضافة بقى للي واخد تفرغ من وظيفة وبيشتغل ليه؟ يقولك عشان التأمينات والمعاشات، مع إنه في بوليس التأمين اللي يبطل بدري يكسب أكتر من اللي كمل 50 سنة كورة. وبالتالي هذا ما يعيد الأهلي صياغة، أنا بقول بمعلومات الأهلي يعيد صياغة الكراسي، عشان كده لم تظهر أولا الشخصيات. أولا تعيد ترتيب الأوضة، يعني هنحط هنا إيه وهنحط هنا إيه والمكتب ده إيه والمكتب ده إيه. هل يمكن اصلا انه ما يبقاش فيه اسباب واضحه لانه حد واخد على خاطره، لانه حد تاني يخرج من التمرين يروح وتلاقي حد كاتب ربنا معايا حسبي الله ونعم الوكيل؟ هذه اشياء لا في كره القدم وبالتحديد لم تكن من ظهار النادي الاهلي على مدار تاريخه، واعني بها الهوايه قبل الاحتراف. ومن ثم عاده الصياغه دايما لما بتبقى هدف المصريين كانوا بينتظروها من النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك، وبوقائع ويعني مستعد نسردها او اقولها لكم وتسردوها في حلقات. بوقائع الاهلي اتى بهيديكوتي ليدرب 5 أيام في الاسبوع ويوم الماتش، واللعيبه تبات في فندق بعد ما كان التدريب 3 مرات، والاهلي بياخد الدوري بالجيل الذهبي العظيم بتاع كابتن خطيب ب3 مرات تمرين وحاجه اسمها تراي ماتش، والغدا في مطعم النادي، والباص ياخدهم بتاع مصر السياحة الشركة الوطنية وديهم الاستاد. ومن ثم طور الأهلي، ثم أتى بدون ريفي وهو من هو في عالم الكرة الإنجليزية مدرب إنجلترا، ثم أتى بفايسا ليقدم 3-5-2 كما كل العالم. وبالتالي أتى العام 2003 ليطور النادي الأهلي مرة أخرى ويأتي بمانويل جوزيه ويختار مديرا فنيا جائع للبطولات، أجريسيف جدا، عصبي جدا، طيب جدا، اللي هو مع تاجر السعاده ابو تريكه، مره يقول له انت افضل لاعب شفته، ومره تاني يقول له هو ار يو. خليط كده في المدربين يخلي اللاعب يحبه ويحترمه ويحضنه ويبوسه ويخاف منه. لا قصه احترافيه صحيح، كل يمكن جيلنا لحقها تبدا دائما من النادي الاهلي ثم تنتقل. عشان كده يعني يجب الا يقلق الاهلاويه. صحيح. عشان كده طب اللي انا استشفته من كلام حضرتك دلوقتي ان يمكن الجلسه القادمه اللي هتكون يوم الخميس دي هيتم النقاش فيها عن الاحمال والعلاج ومدير الكوره والمواهب اللي لازم يتم العفو طبعاً عنها وتاخد فرصه تانية ويتم احتوائها ويتم توجيهها وتوظيفها بطريقه صح تساعد النادي الاهلي وتساعد نفسها اكيد. عارفه زي ايه بالظبط؟ هو احنا واقفين فين يا جماعه؟ هو اللي حصل في النادي على مدار السنوات اللي فاتت ده رغم ان الامور كانت سايره، ما هو الاهلي بيسبق بخطوات بالروح وكذا وبوجود خامات، لكن احنا واقفين فين في الصناعه؟ هذا ما يراجع الان. صحيح. وبالتالي اعتقد انه ده حتى لا يجب ان تصفيها بايه؟ بثوره قادمه، لا 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 لا، هي اعاده ترتيب دولاب كره القدم يعني، لانه الاهلي الحقيقه لا يتحمل جرح تاني، وبالتالي لا يمكن ابدا. وفي الأربعين دقيقة الأولى في المباراة لمن كانوا في الملعب أدلة كثيرة، 40 دقيقة معين الشعباني ناقص يرمي على لعبته أزاز ماء عشان يفوقها لمجرد أن هناك 11 لاعب يرتدوا شعار النادي الأهلي، اللاعب يجي له الكرة على الخط تفلت وتطلع أوت، اللاعب يباصي مش لاقي نفسه، الراجل الأسمر اللي معاهم رجله بتشد أوفرلود مش عشان هو تعبان، محسين أن الأهلي ده حاجة كبيرة قوي، لكن فجأة اكتشفوا انه زيه زي غيره. وبالتالي كمان الهدف نتاج عدم التركيز
لم يكن لائقا ابدا. الغريبه برضو ان كارتيرون اكتشفت انا انه كان لازم يغامر بل يقامر ايضا. يعني قلنا بين الشوطين الحل على قد فهمنا في الكوره وشاركنا الكثير يعني من القريبين اكتر مننا من الكوره، كان عليه ان يدفع مثلا بصلاح محسن وحمودي او صلاح محسن على الاقل، ثم ليه حتى يتصل الرساله اذا كنتم احرزتم هدف فانا في طريقي لمحاوله التعادل. لكن ان تستقر الامور عند المزيد والمزيد من انتظار البلاء ووقوع او تقليل حجم القدر، فالحذر عودنا في كره القدم قبل اي منح من منحها انه لا يمنع القدر تماما. صحيح. وبالتالي هناك اشارات كثيره لابد من التغيير. حتى في سؤال حد يقول لك ايه، طب هل انتهى كارتيرون مع الاهلي؟ الاهلي لا يمكن ان يغير احتمالاته طالما اختار بعنايه في الوقت اللي كان بيختار فيه، عشان برضه ما حدش يقول ليه. بما اقصده انه مفيش حاجه اسمها يجوا في يناير ويغيروا كارتيرون، هيغيروا الصور وزي ما قلنا والدولاب والاوضه ثم يعمل كارتيرون على الاقل حتى نهايه الموسم. هذا هو النادي الاهلي. صحيح صحيح. طيب انا عايز ارجع مره تانية للقاء يوم الجمعه اللي فاتت، شفت ازاي بقى تصريحات الكاف والكلام على موقع الكاف عن باتريس كارتيرون وهو متواطئ ودعوه باتريس كارتيرون للجنه استماع؟ شفت الحاجات دي؟ يعني تم وصفها بان الكاف اختال النادي الاهلي نفسيا قبل المواجهه. على راي الكاف سيد وبعدين يقول لك الكاف اهلاوي، اعتقد ان برضو كان في حسبه من المشاكل كان على الكاف حلها، لانه برضو اذا خرجنا بره المشهد يعني واتكلمنا بعيدا عن الحاجات اللي وصفها الاهلاويه وهم حقون انها كانت يعني منقصه لحقوق فريقهم، لكن الكاف عنده نهائي عازم فيه انفنتينو وعازم فيه الدنيا بحالها يذاع حول العالم. الكاف هو رقم 2 في كل بطولاته على العالم ما بعد بطولات الفيفا حتى يسبق اوروبا في الشامبيونز ليج، لا متساويين تقريبا. وبالتالي كان عليه ان يبحث عن ممر امن لانهاء العمل على موسم كامل، وبالتالي عمل حزمه من التهدئه. القريبين من موضع الامور يفسرها لك بانها نوع من التهدئه لانه العقوبات تزال في ايده. قال لك ما هو لما يقول على كارتيرون كده بدل ما كارتيرون قال لك طلب حمايه خاصه ومش عارف ايه، والصوره اللي جابته وهو بيبص على لعيبه وبيقطع الجاكيت ربما خشيه ان يكون هناك ثوره ضده في الملعب وجماهير مهووسه. طب وليد ازارو اذا لم يمنعه الكاف، طب من كان سيحميه؟ خاصه انه مش راح بعربيه لوحده، هو رايح في باص الاهلي. يعني هناك محللين اكدوا انها حاله من التهدئه، لان البطولات برضو ما ينفعش الكاف يخسرها من وجهه نظر. انا مش بقول انما على حساب النادي الاهلي، لا طبعا، ولكن في الاخر في حزبه كبيره اسمها انهاء الموسم اللي هم بيشتغلوا عليه، كلها مناصب رفيعه، كلها كذا، عازمين الدنيا بحالها، عازمين رئيس دوله كره القدم انفنتينو، والكل شاهد بقى. لكن جداره الاهلي دائما انه لا يتعلل ولا يتاثر. هل الاتحاد المصري لكره القدم كان داعم للنادي الاهلي؟ قدر المستطاع، لانه برضو الفكره مغلوطه. خلينا نكون صراحه، ما هو اكيد لو الاتحاد المصري مش داعم اكيد النادي الاهلي ما كانش هيسكت بصراحه شديده. النادي الاهلي ليس لديه ما يمنعه من الكلام بالتاكيد، لكن الحاله بتبقى ايه؟ اصدر الكاف، طب الاتحاد المصري صدر للكاف عدم رضا النادي الاهلي ورضاه عما صدر. بين السطور ربما تكون هناك يا عم كده كويس. طيب وهل الاتحاد المصري أثر في المباراة الأولى؟ كان موجود والكاف ما كانش عنيد مع النادي الأهلي، لكن هم دي شطارة كروية تونسية وقت الغمة الكروية يعني. صحيح. يروحوا مصدرين لكل المشهد فيطلعوا الجزائر بتحبنا احنا، رغم ان هم اخترعوا جزائريين وانا متاكد انهم مش جزائريين. يا الف الملعب يقول لك 1 2 3 فيفا الجيري، يا عم انت مالك، هي القرعه وبنت اختها يعني. لكن الحكايه هي 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 حرفيه عندهم في كره القدم على فكره، وانت اكيد عشتيها حتى بمحاولات الاصابات وادعائها وكذا وماذا. إيه انت في حاله على بعضها لا يمكن النادي الاهلي يتعامل كالاخرين. يعني ايه؟ يعني لا يبحث كثيرا الكاف معاه ولا ضدي. الاهلي كان يجبر الجميع، الاهلي في كوتوكو في العام 82 وبهدف الاسطوره محمود الخطيب كان هناك مشهد، ده الدنيا ساعتها قالوا انه ملك الاشانتي مات فلا بد من ذبح 2 من الاجانب، اسالي حضرتك. ولكن الاهلي لعب وتعادل وعاد باول كاس مع العظيم محمود الجوهر رحمه الله في ظل وجود كابتن صالح سليم وكابتن حسن حمدي والخطيب طبعا ومصطفى يونس والمجري وهذا الجيل العظيم في الملعب يعني. ومن ثم
الأهلي لم يعتز على إيجاد المبررات. منطقية بعضها أكيد، لكن من متى يعتمد الأهلي المبررات بديلا للتحول نحو الأفضل؟ صحيح. هتلاقيها النتيجة بسم الله الرحمن الرحيم صفر، ما بيعتمدهاش خالص. صحيح. طيب أنا عايز أسألك، الجمهور، جمهور النادي الأهلي الحقيقي مكتئب وزعلان، وأنا عايز أقولك إن كان في مسيرة ماشية لجماهير النادي الأهلي ماشيين بدموع، يا حرام يعني، حاجة توجع القلب يعني بجد. قد إيه المباراة دي كانت يعني فكرة برضو إن أنت تبقى قاعد حاطط طموحك كلها إن أنت هتنبسط وهتفرح وهيبقى يوم مش يوم عادي ونازل ومتفق مع أصحابك وإحنا هنعمل إيه النهاردة، كلك ثقة في الفوز يعني، أنت مستريح جدا ورايح ضامن تقريبا الفوز. فالمباراة طبعا مشيت بسيناريو يعني غير المتوقع تماما بالنسبة للنادي، الجماهير النادي الأهلي فأصيبوا بخيبة أمل. عليهم أن يتذكروا أن الأهلي هو صانع كل أفراح، وعليهم أن يتخيلوا أن القادم مع ناديهم دايما بيبقى أفضل، يعني دي حصتهم ودي غلة النادي الأهلي. ولكن امبارح أو أول مش عارف، لأن شفته يوتيوب بعد ال 48 ساعة في الشارع دول، صورة لولد بيذاكر في رحلة تونس وواحد تاني معاه حاجة مغطي نفسه ونايم في الأرض. كابتن عادل طائمة وهو أحد من أقاموا دعائم قطاعات الناشئين في النادي الأهلي أو قطاعات المواهب أو مناجم المواهب، قال الصور دي لو الأمر بيدي تعلق في غرف ملابس الفريق الأول. هذا هو ما يمكن أن يفيد به جماهير الأهلي بالمسيرة بتاعت خيبة الأمل، يفيد به نجوم النادي الأهلي فتعود الروح، لكن الروح تحتاج أجساد جديدة تلبسها، تدعيمات جديدة طبعًا في يناير القادم. طبعا طبعا المراكز اللي محتاجة تدعيم، اللي فعلا حسيت بعد اللقاء أول امبارح ده لازم يكون في تدعيم في المراكز. فرود لفرودين يعني، كان في مسرحية زمان اسمها لو شلبي يقول له جايبة أربعة جامدين ناشفين عتاولة، فرودين جامدين قوي اللي هم المدافعين الأربعة، محتاجين اتنين مدافعين أشداء أيضا في قلب الدفاع، محتاجين نعرف رامي ربيعة ده اللي بقالنا كتير بننتظره، يعني أول ما ينضم للتدريبات الجماعية تجي له العضلة الضمة، يعني إيه حكاية العضلة الضمة دي؟ ما هي أصله مش حد عامل للأهلي عمل يعني، لا something wrong، في حاجة غلط. ومن ثم الأهلي يحتاج من 4 لـ5 لاعبين في أقل تقدير مع عودة الكتيبة اللي قلناها، مع ظهور بقى الولاد اللي اشتريتهم اللجنة زي الجزار، لأنه تخيلي ضمن السيستم الاحترافي أتمنى وأعتقد أنه ده ضمن تعديل الدولاب، يعني إيه بكرة بعد الماتش ما بيلعبش الفريق الاحتياطي ماتش؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ عالم الاحتراف على فكرة كان هناك فريق الأمل في عصر الهواية بيعمل ده ماتش بمكافأة ووجود خاص جدا جدا، من كان يدير كرة القدم؟ صالح سليم وحسن حمدي والخطيب لاعب، يعني ينفذ التجربة. صحيح. وبالتالي أنت تستطيع العودة سريعا لأنه الأهلي دائما يملك استيراد الأحدث، يعني عارفة فكرة أنه تبقى بتستورد دائما التكنولوجي وكذا، خلينا بقى في الكرة، الأهلي دائما بيفتح الرؤية يعني. عندنا بطولات مهمة، عندنا الدوري المصري، عندنا الكاس، عندنا السوبر المصري السعودي، هنعمل إيه؟ عندنا طبعا كاس زايد للانديه العربيه. لا شوفي، اعتقد انه في مباراه يا اما الغيت خلاص مباراه الامارات، يا اما اوشكت على الالغاء او يلعبوها بدون نجوم الاهلي والمحترفين على ما اظن. حوار كان داير وانا جاي لكم يعني. اعتقد الاهلي هيبلي بلاء حسن في القادم استكمالا اللي قلته لحضرتك. يعني هيتم الغائها، تاجيلها قصدك؟ الغاء مباراه الوصل الاماراتي، لا مباراه الامارات مع منتخب مصر. اوكي منتخب مصر، احنا بنتكلم عن مباراه النادي الاهلي. بعض المحترفين في الخارج بيقولوا ان مش في يعني مش في الاجنده الدوليه وفي مشاكل كمان يعني مش مهمه يعني عشان اجي والعب، مش مهمه ليهم كلعيبه يعني. صحيح. يعني ما بلاها والعب الماتش بالاضافه كمان ان في مباريات كتير جدا كمان متاجله في الدوري المصري الممتاز، ولازم ثم النادي الاهلي لديه متاجلات ولديه اصلا بطوله عربيه لابد أن يشارك فيها الأهلي الكبير، عندما تنادي الأندية العربية والاتحاد العربي لابد أن الأهلي يقول يا مراحب يعني. وبالتالي الأهلي ربما يعني أكد أنه مش هيقدر يبقى في كل الجبهات دي، وكمان تاخدوا لي اللعيبة ماتش ثم يجوا عشان يلعبوا مباراة الوسط. صحيح. وبالتالي الأهلي سيستكمل المشهد اللي أنا وصفته لك بملعب الاسكواش، هيفضل مجاهدا مع ترتيب دولاب وتوفيق الأوضاع في البيت الأحمر. المطلوب من لعيبة النادي الأهلي في الفترة اللي جاية أن يقدموا أفضل ما عندهم، لأن برضو بصي هو الأهم أنها ما كانتش نرجسية ولا تخاذل، لكن الروح كانت بعافية شوية اللي هي ساعات بتعوض،
حاجات. لا الروح كانت بعافيه شويه عليهم بقى ان يعني ان يتيقنوا ان هذا هو ها ما يمكن ان يقدموه للنادي الاهلي. صحيح. افضل ما لديهم. بتشوف الانتقادات ازاي؟ والدليل ان ما حدش بيحاسبهم على ايه، انت يا ابني كويس ولا وحش. صحيح. انا بحاسبك كيف تمثل النادي الاهلي. طيب رايك في الانتقادات اللي بتيجي من بعض الجماهير بيقولوا اللعيبه ما كانتش بتلعب النهارده، كانوا بيتخاذلوا، كانوا متهاونين، هو ده منطقي؟ هو حد منهم عنده دليل كاهلاوي؟ انا بتكلم على الاهلاوي. اصلا على فكره انا مع انه الزملكاوي مش لازم يشجع الاهلي ولا الاسماعيلي. لا طبعا مش لازم خالص، احنا بنقول للناس كلام بوشين، كلام بيؤدي في الاخر ان الملاعب ما يبقاش فيها جمهور يا ناس. عشان بنقعد نصنع حاجه غير الدنيا كلها. وبالتالي انا بسالهم بقى الاهلاويه، من متى تعرف عن لاعبيك التخاذل؟ من متى تعرف عن لاعبيك الخذلان؟ من متى تعرف عن لاعبيك التواطؤ او اي مرادفات من اللي حضرتك بتشوفيها؟ وهل ده منطقي ان انا لاعب هنزل دلوقتي هحط اسمي في تاريخ جديد وهكتب اسمي مستحيل في تاريخ؟ ممكن اتخاذل او اتهاون؟ مستحيل. لكن ضمن ما يدرس الان بس الواحد بس مش عاوز يقلبها لحاله نواح. من ضمن ما يدرس الان انه ليه السوليه وهو يقدم افضل ما عنده فجاه يعيني يصاب؟ لا في ديفوهات في الشغل يا جماعة. ليه محمد هاني بعد خبطة والتانية ما قدرش يكمل؟ لأنه واضح أن ما فيش إصابة نتاج ضربة جامدة يعني. صحيح. يعني لا لا في كتير. ليه لعيبة الأهلي الوحيدة اللي محطة الشرايط الملونة اللي هي شرايط التخدير دي؟ إزاي يعني؟ إزاي ما بيرجعش سليم 100% يعني؟ يعني حاجة برضو غريبة. وأوعى، أنا آسف، لن أقبل من أي مسؤول فني في النادي الأهلي يقول لي كل 72 ساعة يا عمنا دي مش مفاجأة بالنسبة لك. يا عمنا هذا هو قدر النادي الأهلي، وبالتالي لابد من منتج جديد. لكن على الجماهير بقى اللي هي عظمة النادي الأهلي. صحيح. اللي هي قالت للجمعية العمومية يوم انتخاب المجلس نحن شركائكم، ويمكن أنا قلت لكم هنا في القناة وقتها إنه كان مشهد عالمي إنه الناس واقفة كجمعية وقدهم وأكتر جمهور وبيتفقوا مع بعض يختاروا مين، عشان بيقولوا أنا صاحب الحق زي زيك. صحيح. فأحدث هذا الاتفاق. صحيح. تخيلي. وبالتالي لا داعي لسحب ما لدى الأهلي من كبارة مقابل التشكيك من البعض، لأنه ده في الكرة طبيعي جدا. عشنا أعمارنا كلها وأهالينا الأهلاوي يغيظ الزملكاوي والتانية عشان يروح القهوة هيتضايق وكذا، ما عدا طبعا السخف وقلة الأدب وسب وضربة. ما أنا بقول لحضرتك لكن مفيش كرة دايت، أوعى تصدقي الكلام ده. صحيح. أستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، نورتنا النهارده في كلام في الميديا، دايما بكون سعيدة وحضرتك معانا. والله العظيم أنا أسعد، خاصة إنه دايما عجلة التنوير الكروية بتبدأ وتنتهي في القلعة الحمراء، لأنه فعلا ده قدر الكبار زي ما بيحدث في كل الدنيا. وجمهور الأهلي ما ينساش إن أهليه الكبير اللي هو بيعتز بيه هو من وصل لجدارة أن يصبح منافسا على الاكثر تتويج في العالم ثم يفوز به. صحيح. وبالتالي هذا هو قدرك يا ادم اشقي على راي فيلم صلاح الدين الايوبي. شكرا ليك استاذ عصام، مشكوركم جدا على حسن المتابعه، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم.